أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نواصل على بركة الله تعالى وبتوفيق الله وحسن عونه هذه الإملاء القرآنية بالسند المتصل إلى سيد البرية. اللهم يا ربي أجز عنا مشايخنا وعلماءنا ولمن له فضل علينا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. نواصل هذه الإملاء برواية الإمام قالون عن أبي رويم نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. أيوة. يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. 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 لا نقول تحل تحل إن تحلة، إنما نقول تحي تحلة إتمام حركة الكسر. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا وأظهر الهاء جت بين مفخمين بين الظا والراء. وأظهره فلما فلما نبأت به وأظهره الله عليه
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قلوبكما إن تتوبا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا سائحات ثيبات وأبكارا سائحات ثيبات وأبكارا سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 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 يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين
كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 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 إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا
الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هنا امرأة وردت 7 مواضع بفتح التاء في القرآن امرأة بجر التاء هي نشاتي 7 أحرف بالارتياب كل امرأة معها زوجها تكون التاء مفتوحة كل امرأة مقرونة بزوجها تفتح تاؤها هذه قاعدة عامة كل امرأة قولي امرأة عمران امرأة نوح امرأة لوط امرأة العزيز أما وامرأة مؤمنة لا مش مقرونة بزوجها تكون مربوطة مفهوم كلام لأن فيها كلام يطول لكن لا داعي باش نذكره لأنه حصة هي الوقت ضيق لكن هنا عند الوقف على التاء هذه عند الإمام نافع إذا أردت أن تقف التاء مفتوحة تقول امرأة امرأة ابنة مفهوم التاء المفتوحة امرأة والمربوطة امرأة وامرأة مؤمنة ولو إن امرأة خافت من بعلها سورة النساء تقول وإن امرأة التاء مربوطة تقف عليها والمفتوحة امرأة في الاختبار مش في العادة لأنه وقف اختباري وليس وقف عادة مفهوم لأنه مش موضع وقف هناك ما اختبارا لعادة إذن فنقول امرأة يعني نعيد وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سبحان الله هنا تأملوا الآية رب ابن لي عندك بيتا لماذا لم تقل بيتا عندك لأن سبقت الجار على الجوار يعني أنت تجاور الله جوار الله سبحانه وتعالى قبل الدار سبقت الجوار قبل الدار عندك بيتا فهذا الجوار في جوار الله عز وجل بيت ولم تقل بيتا عندك فسبقت الجوار قبل الدار ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
وصدقت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين لا نقول وكتابه تاء هذا إمالة إنما نقول وكتاء تاء طلع الفتحة والألف فوق بعض الناس وكتابه تاء هذه تقليل هذه إمالة صغرى عند القراء وكتاب خاصة ألف بعده كسرة لأن الكسرة تولي تميل لك الألف وهذا خطأ شائع وكتاء وكتاء طلع الفتحة والألف فوق وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين كذلك الدل لا نقول وصدقت صدقت إنما نقول وصدق وصدقت وخاصة جاءت بين مفخمين للصاد والقاف تفخم هذا خطأ وصدقت نعيد وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين من الأول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدافنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا هذا. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم من علمنا وارحم مشايخنا وارحم والدينا. اللهم جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عظما وسلسلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.